قلنا ايه النهارده؟ محضرين ارقام كتير بقى تخص مشاركه الاهلي في كاس العالم ده، و كعب العالي تاريخنا مع نظامه ايه؟ كعب العالي. الكعب العالي بس بيقول لك الكعب العالي، لا مع مين كعبه عالي على، مش محدش فهمني غلط، مين كعبه عالي على مين في لا للمواجهات في كاس العالم للانديه؟ ما تيجي نشوف. اتفضل. يعني هنبدا نستعرض الارقام. احنا تاريخنا كويس جدا مع الكره الاسيويه. ايوه. هيحطوا لنا بس الارقام على الشاشه عشان نبدا نشوف عدد انتصاراتنا. احنا حققنا 7 انتصارات قدام الانديه الاسيويه. الاسيويه عموما. حققنا الحقيقه ارقام كويسه جدا. احنا بس مستنيين ان احنا نشوفها، الناس تشوفها معانا اكتر. يعني هي دايما مبارياتنا مع الفرق الاسيويه، وخلي بال حضراتكم اليابان بيلعب في اسيا، وبالتالي كل المباريات اللي بتتلعب في اسيا او بتتلعب ضد فرق اسيا الحمد لله عندنا فيها شكل جيد زي ما هنشوف دلوقتي. لا دي ارقام قراءه. طب ارقام قدام عموما فرق اسيا، وبنتكلم كمان ان كان في البدايه موضوع ان كان لسه في استراليا اول ما دخلت كمان مع اسيا. بنتكلم ان احنا تقريبا لعبنا 7 مباريات قدام انديه اسيا، مش بطل اسيا، قدام انديه اسيا في كاس العالم للانديه. كسبنا 4 ماتشات وخسرنا 3 ماتشات، سجلنا 10 اهداف واستقبلنا 6 اهداف. فلو بالكعب العالي كده يا كابتن اسلام، احنا كعبنا عالي على فرق انديه اسيا او ابطال اسيا. لعبنا فريق ياباني وحيد في 2012 وقدرنا وقتها ان احنا نكسبه 2-1. فبرضه لو ككعب عالي على انديه اليابان فاحنا برضه كعبنا عالي. فللامانه بس احنا زي ما حضرتك قلت قبل كده، وردا على زميلنا الاعلامي وليد الفراج، الكعب العالي ده مش موجود في الكوره. احنا ارقام لكن كعبنا عالي على انديه اسيا، حتى لو فوز فرق فوز في مباراه، حتى لو مسجلين اهداف اكتر، ولكن في الكوره في النهايه هي مباراه 90 دقيقه، الافضل فيها هو اللي هيكسب. يعني نروح لارقام اوراوا يعني امام كلوب ليون. طيب احنا معانا ارقام الاول قدام كلوب ليون، وبعدين ارقامهم اجمالا في الماتشين. والحقيقه ان الارقام مش هتختلف كتير. قدام كلوب ليون هم سجلوا هدف واحد من هدفين متوقعين، عملوا 9 محاولات على المرمى، كان منهم 5 محاولات ناجحه، وده رقم كبير. طبعا ان هم 5 محاولات من 9 يكونوا ما بين القائمين والعارضه، ده يوضح هم قد ايه فرقه بتعرف توصل للمرمى كويس. الاستحواذ بتاعهم كان 45%، ما كانوا خسرانين الاستحواذ، ودقه تمريرهم كانت مرتفعه 82%. تمريرات طويله، عملوا 43 تمريره كان منهم 16 تمريره صحيحه. الفكره من الارقام دي انها بتوضح قد ايه هم فريق بيستقبل اللعب عكس ما بيحصل معاهم في دوري ابطال اسيا او في الدوري. هم تخلوا عن افكارهم في كاس العالم للانديه. المراوغات بتاعتهم كانت 8 من 11، 8 من 11 ده برضو طبعا معدل مرتفع في المراوغات او مراوغات صحيحه يعني. الفوز بالكره، فازوا بالكره 93 مره وخسروها 29. خلينا نشوف الارقام كمان على بعضها بقى مع مانشستر سيتي عشان نبين قد ايه الفرقه تخلت تماما عن الشكل اللي هي اصلا كانت بتلعب بيه. هما طبعا كسبوا مباراه وخسروا الثانيه قدام السيتي، سجلوا 1 لكن وكان المفروض يسجلوا 2، واستقبلوا 3 اهداف في مباراه مانشستر سيتي. في مباراه مانشستر سيتي طبعا هما خسروا الاستحواذ بشكل اكبر بكتير، كانوا متوقع يستقبلوا 6 اهداف خلال البطوله، استقبلوا 3 بس، ودقه التمرير بتاعتهم انخفضت من 82 ل 80%. تمريرات طويله كانت اكتر طبعا في ماتش مانشستر سيتي، فاحنا وصلنا بالمعدل كله ل 80 تمريره طويله كانت منهم 30 صح، والكرات العرضيه لعبوا 22 كره عرضيه خلال الماتشين كان منهم 5 صح. العرضيات اللي من الكرات الثابته كان منهم 3 صح من 12 محاوله بدقه 25%. يعني كان شويه بيعتمدوا على ان هم يفوزوا بركلات ثابته في مناطق الخطوره، وبيلعبوا دايما على التحولات. هم مش كده في دوري ابطال اسيا ولا في الدوري، هم فرقه بتحب الاستحواذ وبيلعبوا كوره يعني هجوميه بشكل ما، وعندهم لا مركزيه في الهجوم زي ما ايمن بقى هيبدا يستعرض في الحالات. لكن المدير الفني بتاعهم البولندي راجل مرن جدا وبيعرف من اين تؤكل الكتف، هو عارف ان هو مش هيقدر يجاري لا بطل المكسيك ولا مانشستر سيتي
في معركه الاستحواذ فقرر ان هو يتراجع ويلعب لو بلوك. التراجع ده شايفه مستمر في مباراه يوم الجمعه ولا هيرجع لاسلوب لعبه عمليه الاستحواذ بشكل كبير؟ انا شايف الارقام بالكرات الطويله مش مميزين فيها قوي. صحيح. فده معناه ان هم بيطلعوا بالكوره بيعملوا استحواذ لان هو مش طريقتهم، هم مش متعودين. انا بقى السؤال، هيرجعوا لطريقتهم قدامنا في يوم الجمعه ولا هيستمروا بنفس المنهج دوت؟ يعني انا اعتقد ان هم هيبداوا المباراه بالشكل ده. أوكي. لكن هيشوفوا هيجسوا النبض. خلي بالك ان فرقتين يا كابتن، انت عارف ان الحاله البدنيه مش هتكون افضل حاجه. اكيد. فهيبداوا يعني يجسوا نبض بعض، عايز يخطف هيشوف كل واحد فيهم هيشوف هو قادر يدوس ولا لا. صحيح. وبعدين هيبدا يتحدد شكل المباراه. فالمباراه اعتقد ان هم هيبداوا بنفس الشكل ده لان هم عارفين ان الاهلي عنده سرعات كبيره في الاجنحه والهجوم، ف هيبقى صعب برضو ان انت تفتح الجيم قدام فريق زي النادي الاهلي. فاعتقد ان هم يبداوا بنفس الشكل. الحالات الفنيه اللي موجوده بقى عندنا عشان ننهي بيها هذه الحلقه. تمام. يعني احنا برضو قلنا يعني بنكمل بعض، بنكمل شغل بعض. امبارح شفنا كريم وثابت اتكلموا اكتر على الجانب، فكره هم عملوا ايه قدام الهلال، خدوا مباراه الهلال السعودي كنموذج. احنا هنا اول حاجه ممكن قبل الصوره دي، في الصوره بتاعه طريقه اللعب، هو المدرب البولندي بتاعهم هو عنده طريقتين، لكن الطريقه الاكبر بتاعته اللي هو بيلعب بيها اللي هي 4-2-3-1، ده الشكل النسبه الاكبر من المباريات لعب بيها. وساعات بيلعب 4-4-2، وساعات في المباراه نفسها بيحول الطريقه من 4-2-3-1 ل 4-4-2، ولكن هو اغلب الوقت بيلعب ب 4-2-3-1. هي الفكره كلها عندهم ان هم فريق بيحب ان هو يلعب زي ما هنشوف بقى في الحالات هنستعرض كده. هو النهارده بيميل للفكرة الهجومية عنده، ان هو ازاي يطلع بالكورة، وازاي النهاردة ان يبقى عنده حتة التحولات، يعني يلعب لعب سريع، والنهاردة ان الاجنحة مثلا تغير مراكزها، ان يبتدي يفتح مساحات، عشان خاطر هو كل ده فكرة الفلسفة بتاعته ان هو يحاول يكسر اي تكتلات قدامه. فهنا هي دي الفكرة مثلا، هنا هو بيتكلموا ده شكلهم مثلا بيبقى في الملعب. الصورة اللي بعدها تلاقي الراجل رقم 8 ده غير مكانه ودخل جوه، والراجل رقم 15 ده ابتدى يرحل شوية كده على الخط عشان خاطر يفتح المساحة ويخلق فرصة للتهديف. يعني لو كملنا الصورة اللي بعدها هتلاقي هنا هو بس الراجل ده رقم 15 هنا، الراجل رقم 8 ضم لجوه شوية بقى هنا فتحوا مساحة، بقى عنده فرصتين ان هو ينطلق، يا اما في العمق يا اما على الطرف. دي جزء من فلسفته اللي بيلعب بيها الماتشات، زي ما صبري كده قال، المعتادة في الدوري الياباني ودوري ابطال اسيا باستثناء مباراه الهلال. يعني هو حتى في التحليل والناس اللي اتكلمت على الفريق ده قال ان هو في مباراه الهلال السعودي في نهائي دوري ابطال اسيا تخلى عن مبادئه الهجوميه وتخلى عن فلسفته عشان خاطر يقدر ان هو يحقق البطوله، وهو ما تحقق. نكمل الصوره هنا برضو، دي حاجه بتوريك ازاي ان هم بيقدروا يلعبوا على فكره الاطراف والتحولات السريعه عشان خاطر يخلق المساحه جوه ال 18، فالنهارده يقدر يخلق لنفسه فرصة تهديف. ده شكل تاني من الأشكال بتاعتهم. نكمل برضو معانا في الحالات، هتلاقي ان هنا برضو هو بيميلوا دايما ان الفول باكس بتاعهم، ودي برضو زملائنا اتكلموا عليها، فكرة ان الأجنحة او الأظهرة بتاعته تبقى دايما طايرة. صحيح. فدي بتديله ميزة في الهجوم ولكن بتخلق له مشاكل بعد كده في الدفاع. فهنا زي ما احنا بنشوف كده على طول هو بيحاول دايما ان الظهير او الباك عنده يبقى واخد مساحته وبيجري في مكان. عشان كده لما سالنا كابتن ربيع قلنا له يعني كيف يمكن غلق الاطراف؟ ما هي دي، خلي بالك احنا كولر البطوله دي هو قدر يتعامل مع الفرق اللي هي بتلعب بنفس الطريقه في الحته الدفاعيه ان هو يقفلها لهم بشكل كويس ويلعب هو على التحولات. فدي النهارده الفرقه بتاعتنا متحضره لده، فلو نفذوها برده بشكل ايجابي انت ممكن هيبقى عندنا الثغره الواضحه اللي ورا الباكين. بالظبط اهي، بص عامله ازاي كابتن اسلام. بالظبط. فنكمل كمان، يعني بص لو كملنا كمان. قول يا صبري. بس ده مع التاكيد ان الفرقه دي اسرع بكتير من فرقه. ايوه. يرجعوا بسرعه. صحيح. الترانزاكشن حتى او التحرك من الناحيه الدفاعيه كمان للهجوميه سريع جدا. صحيح. جدا جدا، خصوصا على الاطراف. بالظبط كده. حتى هنا بص، هنا ده برضو اسلوب تاني هم بيحاولوا ساعات يلجأوا ليه، اللي هو اسلوب يا كابتن فكرة ان هو يخلي الخصم يلعب في نص ملعبه، يعني هو يروح للخصم في نص ملعبه يجي يزنق، يبقى هو فكرته انه يزنق الاهلي في نص ملعبه. انا هحط لك بص مطير اللعيبه بتاعته، في بتتكلم في 8 لعيبه موجودين واحسن له انت بتبعد عن جوني. بالظبط. فيفضل هنا وان هو يفضل مستحوذ على الكوره على قد ما يقدر عشان خاطر يخلق المساحه دي. هو بيعملها عنده، هل
هيفكر يعملها قدامنا. اعتقد دي جزء من الحاجات زي ما صبري قال كده، لا هو بيتخلى كتير عن الفلسفه بتاعته. نكمل برضو ممكن نشوف عنده حاجه تانية. هو بيحب يلعب على الاطراف كتير، يستغل الكور، يلعب الكره الطويله للاطراف، يستغل المساحات زي ما بيقول كده، المساحات اللي بتبقى ورا المدافعين، يجمع لعبه هنا، يلعب كره خلف المدافع يضرب بيها التكتلات. كل دي نقاط قوه عندهم، لكن دي بتخلق لهم نقطه ضعف اللي هي الحمد لله في البطوله الحاليه النادي الاهلي لعب عليها كتير، يعني لعب على نقطه الضعف دي وعملناها كويس، وعملناها كويس في ماتش الاتحاد بالظبط، وعملناها كويس في ماتش اللي فات بطل البرازيل فلومينينزي. فنكمل كده الحالات اللي معانا دي برضو شكل تاني لشكل الهجومي بتاعهم في طريقه استغلالهم للمساحات، ان هم يفتحوا مساحات. نكمل عشان نشوف الحته الدفاع. هنا هو بيتكلم، هو دي وقفته في الهجوم، لما بتقدر تخطف انت منه الكوره تخيل بقى كم واحد يا ايمن. هنا بص، ادي 1 2 3 4 ادي 4 5 6 7 دول 8 لعيبه بص موجودين فين. تخيل لو خطفت الكوره كابتن هاني في كوره زي دي، لما تخطف هو هنا بقى، لما خطف تسعة الكوره كمان دول 9 في الباك اليمين كمان بالظبط. الصوره اللي بعدها بقى توريك، بص هنا بقى الهجمه المرتده راح 4 على 3، والثلاثة حتى هنا قريبين من بعض، فانت هنا فاتح الراجل ده لما هيضم هتبتدي. فهنا دي جزء من نقطة ضعفهم اللي هم يعني حاولوا في ماتش الهلال يقللوها، لكن هو صحيح. دي في العموم هي دي طريقتهم بشكل عام او فلسفتهم بشكل عام في اللعب. هل هيتخلوا عنها زي ما صبري كده قال واكد لنا بالارقام في مباراة النادي الاهلي يوم الجمعة؟ هل هو ممكن يقول لا انا هلعب على ميدالية؟ لان الفرقة دي على فكرة هم برضو عندهم تاريخ، هم في 2007 على ما اتذكر خدوا ميدالية برونزية في اول مشاركة ليهم، هم شاركوا ثلاث مرات في 2007 على ما اعتقد خدوا ميداليه برونزيه، فهم برضو عندهم حته ان انا عايز اعمل. لا هو المدرب النهارده كل تصريحاته ان هو عايز يكسب المركز الثالث طبعا، فوارد جدا ان هو يرجع لفلسفته. صحيح، وارد جدا ان هو يغيرها، هنشوف. ولكن احنا بنعرض للناس كل الافكار بتاعه هذا الفريق وكل اوراقه. طيب، عشان خاطر اخيرا اسمع من حضراتكم كل واحد تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظره. يعني اعتقد ان ممكن يكون في شويه تغييرات، لان احنا لاعبين ماتشين والثالث في اسبوع واحد، ففي لعيبه استهلكت جدا بدنيا، وخصوصا ان احنا هنطلع من الماتش ده على مباراه السوبر، برضو ضغط ماتشات جديد. ربما نشوف رامي ربيعه مثلا على حساب ياسر، نشوف كريم الدبيس لبعض الوقت لو المباراه شويه اتسهلت. معرفش مروان عطيه قدرته البدنيه هتبقى عامله ازاي، لكن اظن ان هو لو مش هيقدر يشارك ال 90 دقيقه فكوكا هيكون بديل مناسب في الحته دي. ديانج من المتوقع جدا مشاركته لانه برده مريح الماتشين اللي فاتوا، لكن الطبيعي ان التغييرات مش هتزيد عن 2 او 3 على الاقل في بدايه المباراه، لكن مع الوقت هنشوف، اعتقد ان احنا هنشوف وجوه جديده كمان من اللي لسه ما شاركتش او ما خدتش عدد دقائق كفايه. لا مش هختلف مع صبري، انا باخد مرجعيتي في الحته دي لمباراه فلامينجو السنه اللي فاتت، برده كان نفس تقريبا الوضع، كان النادي الاهلي بس وقتها كان في مباراه زياده بتاعت اوكلاند، وكنا خارجين من مباراه ريال مدريد، فوقت مباراه فلامينجو كولر غير ثلاث لعيبه بس وقتها. اوكي، فاعتقد ان المباراه بتاعت اراوا يوم الجمعه وارد يغير من 2 لـ3 لعيبه بالكثير بس، عشان برده هو اكيد عينه على الميداليه. ممكن اللعيبه دي تبقى ديانج يكون واحد منهم يكون موجود، اما على حساب مروان او على حساب امام عاشور. اعتقد اكرم ممكن يرجع ناحيه اليمين ويريح محمد هاني، وارد نشوف رامي ربيعه. لو هيزود في حاجه هو ممكن يبقى كريم فؤاد فقط بدل احد اللاعبين بيرسي تاو او حسين الشحات حسب حاله اي منهما، وما اعتقدش ان هو هيلعب كتير قوي في التشكيل، لان برده اللعيبه على ميدالية التشكيل. لا يعني اقصد ثلاث لعيبه ما بين الاربعه دول، يعني برضو هي ثلاث تغييرات فقط لا غير، زي ثلاث تغييرات زي ما عمل في ماتش فلامينجو. على فكره ماتش فلامينجو السنه اللي فاتت التغييرات كانت ليها اثر ايجابي، ان انت كنت في لحظه هتبقى 3-1 قدام فلامينجو، لكن محمد شريف وقتها اهدر الكوره للاسف، ردت علينا بهدف بعد كده بيلن وطرد وخسرنا 4. ف يعني هو وارد يعمل بس الحركه دي عشان يريح لعيبته ويخلي عنده حلول، وكمان في نسبه صغيره هيبقى تفكير في ان الفريق هيسافر على طول على الامارات عشان كاس السوبر. يا رب ان شاء الله كل التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا ايمن على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا يا صبري على وجودك معانا النهارده. شكرا ايمن، شكرا يا صبري، وان شاء الله بالتوفيق لفرقتنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا بكره عندنا ليله المباراه كابتن هاني، انا بس كان نفسي، لكن خلينا طبعا السؤال ده لبكره ان شاء الله، لانه يعني
هل كولر هيفكر في اللي بعد كده؟ هنشوف هذا او رد هذا السؤال مش هيكون النهارده، احنا هنتكلم كتير جدا بكره في هذا الامر لانه مباراه مهمه جدا جدا يوم الجمعه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وكانت هذه حلقه اليوم فبشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من الاهلي في المونديال. كابتن هاني شكرا لك يا اسلام، شكرا لحضراتكم، ان شاء الله بكره يوم جديد والاهلي في المونديال. تصبحوا على خير.